فهمتني بقى فقرة السوشيال ميديا وجولتنا في السوشيال ميديا مع محمد الضماطي عضو منشر صورة على الفيسبوك بعد مباراة النادي الأهلي امبارح وبتروجيت، وكتب مبروك يا أهلي. كمان طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي كتب على تويتر الأهلي ربنا يدمها نعمة. كمان محمد الجرحي عضو مجلس إدارة الأهلي على الفيسبوك بعد المباراة كتب الأهلي لا يبحث إلا عن البطولة، انتصاراتنا المتتالية أمر طبيعي بفضل الله وكرمه، ولجماهير الأهلي العظيمة أن تفرح بفريقها والأداء الجيد، لكن المشوار طويل، طموحنا دايما المركز الأول بإذن الله، وبنتمنى أن يحفظ الله لاعبتنا من أو لاعبينا من الإصابة. كمان بقى عفوا علي معلول تألق طبعا امبارح، كان له دور كبير جدا في اكثر من هدف، فنشر صوره على الانستغرام وكتب الحمد لله. نشر كمان جيبالدو صاحب الهدف الثالث صوره على الانستغرام وكتب فوز مهم مبروك للفريق الحمد لله، هدف اخر مبروك. نشر صلاح محسن صوره على الانستغرام وكتب الحمد لله على كل شيء مبروك يا رجاله. برده نشر حمدي فتحي صوره على الانستغرام بعد مشاركته امبارح وتعرضه للاصابه وكتب الحمد لله دائما ابدا ان شاء الله، نتمنى له لما يكونش في عنده مشكله بعد ما يعمل الإشاعة ويطلع سليم إن شاء الله. كمان نشر حسين عبد الدايم مساعد مخطط أحمال الفريق صورة على الإنستغرام تدريب من تدريبات النادي الأهلي كتب الحمد لله على المكسب لعيبة رجالة. كمان شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي احتفل بعد ميلاد أخته حبيبة، نشر صورتين ليهم من زمان ودلوقتي على الإنستغرام وكتب سأكون للأبد بجوارك مهما كبرتي، عيد ميلاد سعيد أختي الغالية. كمان نشر محمد هاني لاعب النادي الأهلي صورة على الإنستغرام مع أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني كتب عيد ميلاد سعيد ماي براذر. كمان احتفل في الجول بعيد ميلاد اللاعب أحمد حسن كوكا على تويتر وكتب في اليوم ده أحمد حسن كوكا بيتم 26 سنة، مسيرة طويلة بدأت من الأهلي مرورا بالبرتغال حتى الوصول لليونان، تألق كوكا في بلاد ياس وجبال الأولمب ودخل له واحد من نجوم الأولمبياكوس من ساعة ما انضم للفريق بتسجيل أو بسجل تهديفي مميز، كل عام ومهاجمنا المصري بخير. كمان كوكا نشر صورة على الانستغرام احتفاله بهدفه في مباراة أبولون في الدوري اليوناني اللي انتهت بفوز أولمبياكوس 2-0 وتقبيله للشارة السوداء والارتداها إحياء لذكرى وفاة والده وكتب إليك يا أبي. كمان الحساب الرسمي لنادي مانشستر يونايتد على تويتر فنشر فيديو لرد فعل طفلة في زيارتها الأولى لأولد ترافورد وكتب لهذا نطلق عليه مسرح الأحلام. كمان سيرخي راموس قائد ريال مدريد الاسباني فنشر فيديو على تويتر ووجه رساله لجمهور الملكي قبل مواجهه اياكس امستردام في اياب دور ال 16 من الشامبيونز ليج وكتب نحن بحاجه لدعمكم اكثر من اي وقت مضى. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو. كمان الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم بالعربي فيفا بالعربي فغرد على تويتر بصورة أول مباراة في تاريخ كرة القدم وقال أول مباراة دولية غير رسمية في تاريخ كرة القدم أقيمت مثل اليوم في عام 1870 في لندن، كانت ما بين فريق من اللاعبين الإنجليز وفريق من اللاعبين الإسكتلنديين واللي بيعيشوا في العاصمة الإنجليزية، انتهت بالتعادل 1-1.